مرحبا يا شباب، اليوم عندنا السيارة أوبل، حنشوف مع بعض ضوء السكيورتي وتغيير المفتاح. هذا هنا شباب الريموت اللي قمنا بتجميعه، حنشوف مع بعض ضوء السكيورتي. طبعا يا شباب في سيارات الأوبل بكون مرفق نظام السكيورتي مع ضوء التشيك انجن أو علامة سيارة بداخلها مفتاح رينج. لما يضوي عندي هذا الاشعار معناته في مشكله في نظام السكيورتي. عند تشغيل السياره حيطفي عنا الضوء، لاحظين عندي هان. لو اعطاني عباره عن وميض معناته انه في مشكله في نظام السكيورتي، في نظام التشيب الخاصه بالمفتاح. حنشوف الان يا شباب مع بعض المفتاح. عندنا المفتاح القديم بداخله تشيب، هنقرا التشيب عن طريق جهاز الكي دي. الشريحه المستخدمه 40، لاحظين عندي. حنقوم الان بنقل المفتاح الى المفتاح الجديد مثل ما هو ظاهر عندنا. لاحظين عند التشيب داخل المفتاح، هنقوم بنزع التشيب. عند نزع يا شباب لازم نتاكد ان الشريحه سليمه. عند نزعها من المفتاح نقراها مره اخرى نتاكد انه شغاله. طبعا يا شباب الزبون كان مركب جهاز سنتر لوك، واحنا قمنا بتغيير النصلة، وضع النصلة على مفتاح المطوة مثل ما احنا ظاهر عندنا هان، وادراجها على المفتاح. طبعا يا شباب الشريحة لها مكان داخل المفتاح، مفتاح المطوة نظام سكينة. هنشوفها الان مكان الشريحة، مكان التشيب. بيتم وضع التشيب داخل المفتاح. الان يا شباب مطلوب الان بتجميع المفتاح بعد ما نكون وضع التشيب داخل الريموت. مثل ما ظهر عندنا هيك آلية التركيب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.